مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل انطلاقة شوطنا الخامس عشر تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه. شوطنا الخامس عشر والخاص بالحجايج البكاؤنا القعدان عفوا بشعارات ابناء القبائل هنا بهذه الانطلاقات والتحديات وهذه الامسيه التراثيه من ميدان الشعب الذي نتابع منه هذه الانطلاقات وهذه التحديات على ارضيه الميدان بشعارات ابناء القبائل. نسير معكم هنا بالانطلاقات نسير بتحديات نبحر في المراكز الخسته الاولى المقرره اذاعتها هنا في مسيرة هذا الشوط والجوائز النقدية التي نتابعها من المركز الأول حتى المركز السادس. الصدارة والمقدمة والمركز الأول يأتينا تواق هنا حمد بن سيف بن تميم لاجتبي من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول بينما المركز الثاني هنا نتابع هذا الانطلاق نتابع هنا ياتينا في هذه اللحظات كويس حمد بن راشد بن نايع اللغفلي والمتسلل المتسلل هناك بهذه الانطلاقه الراهي احمد بن سيف سالم الضحاك هو المنطلق بهذا الانطلاق وصل هنا شاهين خالد بن حمد بن ساري المزروعي من ياتينا رابعا وعلى المركز الخامس شعار الحميري من الجانب الاخر هنا المتسلل بهذا الانطلاق والاداء الجميل هنا وانطلاقته وتحدياته في هذا الاداء خليفه بن عبيد الحميري من يقدمه انطلاقه وتحدي الوصول هنا من قبل مصدر عبيد بن رملي بن محمد العامري. هذه هي النتيجه ها هي النتيجه نعود الى التغيير الذي طرى وجرى على الصداره مع منتصف المسافه غير شاهين هنا خالد بن حمد بن ساري المزروعي من غير على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. المركز الثاني يأتينا مربوش علي بن مهير بن بليشة الاكتبي أو هذا اللي تسلل شاهين حمد بن راشد بن سيف بالشاوي الغفري من غير في هذه اللحظات بهذا الانطلاق والأداء الوصول هنا من مصدر عبيد بن ربلي بن محمد العامري والوصول هنا من قبل مورخ ناصر بن محمد بن سلطان العواني من ينطلق بهذا الانطلاق وبهذا الاداء المميز الجميل. الله القدوم من شعار بن خيله هنا قادم بهذا الانطلاق هنا ياتي غازي حمد بن نابت بن خيله العومري هنا قادم والوصول من شاهين محمد بن سالم بن هويدن الاكتبي ولكن الصداره والمقدمه مع شاهين منطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول خالد بن حمد بن ساري المزروعي هنا بشعار أبو خليفة يقدم على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني ما شاء الله هنا بن خيلة مع غازي يغزو الصدارة غازي هنا حمد بن نابت بن خيلة العامري من يتسلل في هذه اللحظات هنا مع عرقوب بن علو ينطلق هنا غازي الى الصدارة الى الفوز الى المركز الاول الى الصدارة. حمد بن نابت بن خيلة العامري ياتينا هنا شاهين حمد بن راشد بن سيف الشاوي الغفلي على المركز الثاني. هذا الانطلاق قوة الله والتحديات والصراع الثنائي ولكن الصدارة غازي من ينفرد بصدارة هذا الشوط ينفرد بالمقدمة ينفرد بالمركز الاول والصدارة هنا بهذه اللحظات. هنا القادم شاهين في هذا الانطلاقة شاهين القادم غازي وشاهين شاهين وغازي يا سلام التحديات الأخيرة شاهين وغازي غازي وشاهين ولكن جاء هنا غازي الصامد على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. سلام للهير سلام على فوز غازي. هنا حمد بن نابت بن خيلة المركز الثاني وصل بجاه الكرام حمد بن راهي بن سيف الشاوي الغفلي. أما المركز الثالث فأتانا هناك عكاش لخالد بن حمد بن راشد النعيمي وعلى المركز الرابع مشاهدينا الكرام
المركز الرابع لف هنا العلي بن محمد بن حلوى حلول الخاطري. وعلى المركز الخامس وصل مشاهدينا الكرام هناك ايضا انطلاقة هناك ترياق راشد بن محمد الخوار النعيمي من اتى على المركز الخامس. هذه هي النتيجة لمراكزنا الخمسة الاولى، ولكن استطاع هنا غازي ان يغزو الفوز ويغزو الناموس ويغزو السلام لاهالي ويغزو بالسلام الى اهالي الهير هنا مع حمد بن نابت بن خيلة العامري. واربع دقائق 42 ثانية هنا ايضا و86 جزء من الثانية. سلام للهير، سلام على هذا الأداء المميز بينما شاهين من حل ثانيا حمد بن راشد بن سيف بالشاوي الغفري. أربع دقائق 43 ثانية وأيضا وعشرين جزء من الثانية، بينما ثالث المراكز كانت الانطلاقة من عكاش خالد بن حمد بن راشد النعيمي قاطع عن المسافة في أربع دقائق 44 ثانية وخمسة واربعين ثانية وسبعين جزء من الثانية. أربع دقائق 45 ثانية سبعين جزء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا والناموس، تهانينا لجميع الفائزين.